أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا هذا السؤال من الأسئلة المرشحة من قبل الأستاذ عون. السؤال عن الجذور التربيعية. طبعا الجذر إذا ما به هنا رقم صغير هنا فيعتبر جذر تربيعي، أما إذا عليها الشكل مثلا رقم 2 أيضا يعتبر تربيعي، وإذا إجا الشكل عليه معناها جذر. رقم 3 صغيرة، 3 صغيرة معناها جذر تكعيبي. زين، هسه نحل هذا السؤال. هذا السؤال حلينا سبق وان حلينا مثله، شلون هسه راح نحله؟ هنا نجي نحلل 48 ونحلل 75 ونحلل 12. اكو هاي طرق للتحليل، يا اما التحليل بهاي الطريقة مثلا 48 أكيد على 2 بيها 24، على 2 بيها 12، على 2 بيها 6، على 2 بيها 3، على 3 بيها 1. فهنا 2 تكررت هنا مرتين وهنا مرتين، من كل 2 من الشابات ناخذ وحدة. هنا راح نضرب اللي تكرر يطلع خارج جذر، فايش راح يصير عندنا؟ 4 جذر 3، لأن 3 ما تكررت فتبقى داخل الجذر، وهنا 2 ينضربن. زين، الخمسة وسبعين ممكن نقول على 5 بيها 15، على 5 بيها 3، على 3 بيها 1. أكيد راح تصير عندنا 5 جذر 3. وهنا 12 على 2 بيها 6، على 2 بيها 3، على 3 بيها 1، تطلع لنا زائد 2 جذر 3. فإذا عوضنا هاي القيم بالسؤال ايش راح يصير عندنا؟ بدل ما نكتب 48 نكتب مكانها 4 جذر 3 ناقص 3، نفتح قوس. ال 75 طلعت 5 جذر 3 ناقص 2، نفتح قوس 12 قلنا 2 جذر 3. زين، هنا هسه ايش راح نسوي عليها؟ الأربعة جذر ثلاثة تنزل ناقص، ذني نضربهن، ثلاثة في 5 15 جذر 3 ناقص 2 في 2 4 جذر 3. هنا السؤال هو يعني الطالب لازم ينتبه لنتيجة الجذور. إذا عندنا ثلاث جذور لازم يطلع من الشابهات، ما تقبل خطأ، يعني 99% يطلع من الشابهات الجذور، يعني نسبة جدا عالية. اما اذا اعطانا 4 جذور فاحتمال كل من الشابهات واحتمال كل زوج من الشابهات، يعني جذر 3 وجذر 2، جذر 3 وجذر 2، او كلهم جذر 3 او كلهم جذر 5، يعني لو كل من الشابهات لو كل 2 من الشابهات. زين، هسه بعدين شو نسوي؟ اكيد راح الاربعة وال 15 والاربعة ذني ممكن ان نختصرهن، لان من الشابهات واشارات مختلفة، يبقى عندنا سالب 15 جذر 3، وهذا هو الحل، وشكرا.